خلينا نرجع تاني للكاهن بتاع الفرعون. الكاهن بتاع الفرعون بيقول بالنص كده مرسي سقط مش لانه انقلاب عسكري، لا اعترف اهو. بس خلينا نقول بيقول لك مرسي سقط، نسمع بقى سقط ليه مرسي بس نسمعه كده. انه مش هيخوض 24 تمام، فبقينا كلام حضرتك انه عندنا مأزق وبالتالي نعود مره اخرى الى المؤسسه العسكريه اللي هي عندها المدرسه. لان ما عندكش المدرسة المنضبطه اللي عندها اداره اللي الناس اللي فيها واخدين يقدروا يديروا. حاجه اهم اهم حاجه اهم من دول كلهم على اهميه كل الكلام اللي حضرتك بتقول، انه بيحظى اولا من هنا ل 2024 بالوضع اذا استمر الوضع الحالي اللي احنا فيه، مش هبقى عندك شخصيات مؤهلة. احنا مش شايفين شخصيات ممكن نتكلم كده، يا اما شخصيات فات الوقت عليه او تخطاها الزمن او شخصيات لسه تحت الاعداد ومش شايفينها ما بنتش، فانت بتلجأ القوات المسلحة. تمام، بقول ما فيش الا القوات المسلحة. أيوة. لكن انا مش عايز بالتفسير لانه ده مهم. فسر ده، ما فيش قدامك الا القوات المسلحة. ليه؟ علشان انت عندك ثقة في هذه المؤسسة، ادي نمرة واحد. ثقة في رجالها نمرة اتنين. عندك نمرة تلاتة اعتقاد جازم بأن في حالة الخواء وحالة التجريف او حالة عايز اقول ايه الجدب اللي فيها الحياة السياسية، هيبقى الشخصية بنت القوات المسلحة هي القادرة على ان تحوز احترام المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية والمعلوماتية، المؤسسة الدبلوماسية، المؤسسة القضائية، المؤسسة الإعلامية. وهذه هي المؤسسات اللي فقد محمد مرسي احترامها. بس اعترف ان محمد مرسي وقفت ضده أجهزة الدولة. نسمع كده الأجهزة اللي هو المؤسسات اللي وقفت ضد محمد مرسي، نسمعها كده. معلش لا 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 معلش، قبل ده نسمع الكم مؤسسة. قال لك المؤسسة اللي ايه اللي وقفوا ضد، قال لك فقد محمد مرسي احترامه ليها. نسمع كده. ما بنتش، فانت بتلجأ القوات المسلحة. تمام، بقول ما فيش الا القوات المسلحة. أيوة. لكن انا مش عايز بالتفسير لانه ده مهم. فسر ده، ما فيش قدامك الا القوات المسلحة. ليه؟ علشان انت عندك ثقة في هذه المؤسسة، ادي نمرة واحد. ثقة في رجالها نمرة اتنين. عندك نمرة تلاتة اعتقاد جازم بان في حالة الخواء وحالة التجريف او حالة عايز اقول ايه الجدب اللي فيها الحياة السياسية، هيبقى الشخصية بنت القوات المسلحة هي القادرة على ان تحوز احترام المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية والمعلوماتية، المؤسسة الدبلوماسية، المؤسسة القضائية، المؤسسة الإعلامية. وهذه هي المؤسسات اللي فقد محمد مرسي. دول المؤسسات اللي اتقلبت على الرئيس مرسي. دول المؤسسات، المؤسسات دي هل هي يعني زي ما قال كل الناس قالت الرئيس مرسي لم يتعاون مع حد، لا المؤسسة العسكرية ولا المؤسسة القضائية ولا المؤسسة الإعلامية ولا الأجهزة التنفيذية تعاونت مع الرئيس مرسي. اللي بيقول لك فشل، اللي بيقولوا لك مرسي فشل، طلع اهو أخطأ الحمد لله واعترف بأن المؤسسات دي ما اشتغلتش مع الرئيس مرسي. ليه بقى ما اشتغلتش مع الرئيس مرسي؟ بصرف النظر بقى عن كونك إخواني أو مش إخواني، ليه المؤسسات دي ما ساعدتش الرئيس مرسي؟ والله العظيم انا بقول ده، انا ماليش علاقه بالقصه كلها. وعلى فكره لو كان كمل مرسي او ما كملش ده قضاء الله يعني، لكن للامانه كلمه حق يعني. ادي اعتراف رسمي اهو، خدوه يا جماعه، من يا جماعه اي حد على السوشيال ميديا خدوا الاعتراف ده من ياسر رز ان هذه المؤسسات لم تعمل مع الرئيس مرسي. ودي الدوله، هي الدوله ايه غير مجموعه مؤسسات؟ لماذا لم تعمل هذه المؤسسات بقى مع الرئيس مرسي؟ هرجعك بقى لأحد وكلاء جهاز المخابرات اللي قال بالنص كده إن احنا رحنا، واحد راح أقسم رئيس جهاز المخابرات للرئيس مرسي وبقى رجع قال هنعمل ايه في الورطة دي؟ قالوا له صوم 3 أيام. اعتراف رسمي بأن المؤسسة الشرطية والمؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والمؤسسة الإعلامية مش عايزين يشتغلوا مع رئيس مرسي. ليه بقى مش عايزين يشتغلوا مع رئيس مرسي؟ ما فهمش ناس نظيفة؟ كل دول فيهم ناس نظيفة. بس أنا أقول لك ليه بقى؟ لأن كل هذه الأجهزة بيحركها الأمن. كل المؤسسات دي بتتحرك من الأمن. لا توجد مؤسسة، لا القضاء ولا الجيش
ولا الشرطة ولا الإعلام بيحركوش الأمن، كلهم الأمن متحكم فيهم. الأمن اللي أقصده المخابرات العامة، والأمن اللي أقصده المخابرات الحربية. أهو وكيل مخابرات مصر: تعمدنا تضليل مرسي. شكرا، شكرا للإعداد الجميل. تعمدنا تضليل مرسي. أهو في جريدة الوطن: اعترف ثروت جودة لعنة الله عليه الله يحرقه بأن المخابرات تعمدت تضليل الرئيس المعزول، بل ولم تعطه معلومة واحدة صحيحة طوال فترة رئاسته التي استغرقها. وأوضح جودة في حديث لصحيفة الوطن أن جهاز المخابرات العامة لم يمد مرسي بأي معلومة واحدة صحيحة طوال فترة، لأنه كان يعلم منذ البداية أنه خائن. وأضاف أنه قال اللواء رفعت شحاتة عندما تولي أن يصلي ركعتين ويستغفر الله وينسى القسم الذي أقسمه أمر الرئيس مرسي، لأن هذا الحلفان مش بتاعنا، القسم لا يلزم المخابرات. وتأتي هذه لتضاف إلى اعترافات سابقة لمسؤول بالامتناع عن تنفيذ الأوامر حين كان الرئيس مرسي بحجة أنه لم يكن يعمل لصالح الوطن. يا جماعة والله العظيم ياسر رزق، أنا لو من السيسي أحاسبه على اللي قاله. الراجل بيقول لا القضاء ولا الجيش ولا الشرطة ولا الإعلام يتعاونوا مع مرسي، بيعترف رسمي. ليه بقى ما تعاونوش؟ بقول لك لأن في تعليمات جات لهم من المخابرات ومن ما تشتغلوش معاه. أهو بيقول لك رئيس جهاز المخابرات أهو قسم مش بتاعنا، وبص عندهم فتوى إن المخابرات ما لهاش قسم أو القسم لا يلزم المخابرات.